والمس. المهم انا شربتها مزيان، ولكن باش دير في بال ديالك راه هو المس. ربما عندك فكره عليها انك تنظف الجسم، راه كتنظف الاحذيه. تقول لي كيفاش كتنظف الاحذيه؟ غادي نقول لك بواحد الطريقه. سي فري كتنظف الاحذيه عندها بزاف ديال الاستخدامات خارج الاطار ديال الاحذيه، لكن الموضوع ديالنا الاحذيه. هذا الحذاء كما تشوفوا فليتشوس، ماركه اسبانيه رائعه، لا في التصميم ديال السوميل، لا في طريقه العمل، لا في الجلد، في كلش. هذا الحذاء كان ضرباته يعني الرطوبه، تأدى يعني بزاف كما غادي تشوفوا هنا بالفيديو من الاول حتى الاخر، يعني كيفاش غطريتي هذا الحذاء. بزاف ديال الناس يكون عندهم هاد الالوان هادو وتيديروا لهم صباغه وتيبهات اللون ديالو ولا تيخسر اللون ديالو، لكن انا من عندي انا تنقول لك وتنصحك تنقول لك الالوان بحال هذه حاول ما امكن تستخدم قول هو الماس، دير واحد البخاخ او ممكن انك دير الخل ودير واحد البخاخ، لكن اذا استخدمتي الخل يعني في نهايه المطاف خصك تسالي بالماء، تخلي شي غير الخل، لان الخل يعني كيتاثر به الجلد، اذا خليتيه هو الاخر دائما خصك تمسحو بالماء. لكن هذه الطريقه هذه ديال الماس انك اذا استخدمتيها يعني في الحذاء ديالك كتحافظ عليه يعني مزيان، كتحيد الرطوبه اللي كتكون عالقه يعني فيه او كاين اللي تسميها الخمله ولا الغموريه ولا شي حاجه. كيفاش ممكن انك تنظف الداخل ديالو ما يبقاش فيه يعني ديك الاتربه وديك الغبره وداك الشيء اللي كيكون فيه اللي تيجمع البكتيريا ولا اي حاجه، كيفاش نرجعوا له يعني الفراش ديالو الداخلي ونسويوه يعني مزيان، كيفاش غادي ننظفوه مزيان، كيفاش غادي نعطيوه هاد اللمعان اللي كيكون بهذا البخاخ. ايضا هاد اللمعان هذا ممكن انك تلقاه يعني في اي ورشه للناس اللي كتبيع المواد ديال الاحذيه، كذلك مثال هاد القنينات ممكن انك تلقاهم في اي بلاصه كيتباعوا بخمسة دراهم، انك ديرهم في البيت ديالك وتنظف الحذاء ديالك بطريقتك يعني في البيت بلا ما ديرونجي راسك انك تمشي بزاف ديال الاماكن باش تحصل على التنظيف. المهم هذه ماركه ديال فليتشوس يعني اسبانيه، موديل ممتاز، جلد ممتاز، خدمه يا سلام، لكن الطريقه ديال التنظيف هي اللي غادي تثبت لك كيفاش ترجع هذا الحذاء، كيفاش تحافظ على الاحذيه ديالك، لان طرق التنظيف هي واحد المساله رائعه باش تكون عندك يعني في الاحذيه وتحافظ عليها. الا فهمتيها اكيد غادي تبقى مرتاح يعني في المسيره ديالك مع كل الاحذيه، لان المساله ديال التنظيف ديال الاحذيه هي احسن حاجه باش تحافظ على الاحذيه ديالك من التلف بزاف ديال الاشياء. كنتمنى يكون هذا الفيديو شيق وممتع للكثير من الناس اللي كيسالوا على التنظيف ديال الاحذيه، سواء يكون فيه يعني بقع ولا يكون فيه يعني اي شيء عندك يعني كيتعلق حول الاحذيه والملبوسات الجلديه، انا تنقول لك طرحه في التعليقات وخليه انا غادي نجاوب. واذا كنت مهتم بالاحذيه والملبوسات الجلديه انا تنقول لك اشترك في هذه القناه ديال سربوت كوير، راها تعود عليك بالنفع كثيرا. تحياتي لكم.